والله ما شاء الله. هذه القهوة العربية. أنه واحد من هذو العقيلات عاش في الجزائر لمدة 10 سنوات. بيت طبعا النجدي هذا النجر هذا يقولوا له في الذهاب إلى الجزائر ثم دراهم جابوهم العقيل حطوه من التاريخ يملى صحائف المرخ نام الشوائب والتلطيف أصبح من الدفنة فخة فرخ العقيل اللي هو الشيخ معك الحرام. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا إن شاء الله رح نحكيه قصة تاع ناس تجار كبار معروفين هنايا في السعودية، خصيصا هنايا في منطقة القصيم بريدة. الناس هذوما كانوا يقولوا لهم العقيلات. العقيلات هذوما كانوا تجار ياخذوا السلع من بريدة إلى بلدان تانية، يتنقلوا عبر الجمال، وكانوا يمشيوا لمدة طويلة، يعني شهر شهر ونصف وغير ذلك. فعندهم قصة ملهمة. الحكاية هذه بدأت تقريبا حوالي قبل 300 سنة، وبعدها صاروا كتاب. بعد ما اعتزلوا التجارة صاروا كتاب. المهم أنه واحد من هذو العقيلات عاش في الجزائر لمدة 10 سنوات. قبل ما يروح للجزائر راح للعراق، ومن العراق تنقل عبر البواخر وراح إلى الجزائر وعاش فيها. في وقت الاستعمار يوم ما جات فرنسا وكل شيء، فهنا هو خرج وراح إلى القارة الأمريكية. وبعدها التم، لأنه هو تاجر كبير كان عنده دراهم، فوش دار؟ كان يسلف للمزارعين دراهم، كان يسلف لهم فلوس وبعدها يعني يسترجع منهم الفائدة، وهنا كون ثروة كبيرة. المهم راح نستمعوا فقط واحد الحديث بين واحد يعرفه في أمريكا وواحد كان يستجوب فيه، وراح تشوفوا معايا حتى الطابع النجدي، يعني بيت أهل نجد اللي هما منطقة منطقة نجد هنا في السعودية، كيفاش كانوا البيوت بتاعها. يلا تبعوا معايا حتى للأخير. إذا ما كنت مشترك في القناة ما تنساش تدير اشتراك، إذا كنت مشترك ما تنساش تفعل الجرس وخلي تعليق على الفيديو إذا عجبك ولا لا، وشاركوا مع ناس آخرين ربما تفيدهم بمعلومة، ويلا نتفرجوا الفيديو. أنا الحين في متحف العقيلات ما شاء الله. العقيلات هم كانوا تجار هنا معروفين من بريدة، كانوا يروحوا حتى لبغداد العراق يمشوها في مدة شهر، ويمشيوا مدة شهر ونصف حتى لفلسطين، وشهر ونصف لمصر القاهرة وغيرها. وعندهم عدة طرق كانوا يروحوا، كانوا يمتدوا حتى يروحوا حتى المارسيليا ياخذوا الأحصنة، يعني عدة طرق بيمشوا البلدان كثيرة. وما شاء الله هادو أحفادهم، لأنه العقيلات هي قبل 77 سنة ولا 100 سنة، قبل 100 سنة ما شاء الله عليهم. وهادو الصور تاعهم، هادو التجار، هادو العقيلات هم التجار اللي كانوا يروحوا قبل ما تكون الأخرى بالتجارة. كانوا هادو العقيلات هما تجار معروفين هنا في السعودية، ويروحوا حتى لبغداد، ويروحوا حتى لمصر وعدة بلدان، وكانوا يروحوا حتى المارسيليا باش يجيبوا باش ياخذوا الخيول هذه. شوف، وطبعا هنا كاين اكثر من 3000 صورة للاشخاص هذو، وهذو المقتنيات تاعهم ما شاء الله، هذو المقتنيات تاعهم، وهذو الصور تاعهم، هذو الجمال. وطبعا هذو كلها مقتنيات تاعهم اللي كانوا ياخذوهم معاهم في الطريق. كانوا يمشيوا 50 كيلو يتوقفوا مرة، توقفوا مرة ويزيدوا يكملوا. هذا صاحب المتحف ما شاء الله، ومشاركين حتى في اليونسكو، مشاركين حتى في اليونسكو، مشاركين على أساس أنهم بريدة مشاركة في اليونسكو في الطبخ، وهم مشاركين ثقافة، مشاركين أنهم نشر ثقافة. طبعا العقيلات بعد ما توقفت التجارة تاعهم بعد 77 سنة ولاوا كتاب يكتبوا الكتب، واختارهم الملك عبد العزيز اختارهم ككتاب في هنا في السعودية. كما قلنا لكم طبعا العقيلات هما كانوا تجار يروحوا على الجمال، كانوا يمشوا على الجمال،
للبلدان كثيرة. وبعد ما بعد ما جات السيارات والشاحنات وكل شيء خلاص هم توقفوا عن التجارة، لأنه خلاص ولات السيارات ولو ينقلوا على السيارات والشاحنات، فهم توقفوا على التجارة تاعهم، توقفوا. وش صاروا يعملوا؟ صاروا كتاب، صاروا يكتبوا الكتابات. الحكاية عندها تقريبا 100 سنة، يعني ما شاء الله. شوفوا هذا البيت النجدي، ما شاء الله هذا الطابع النجدي. البيت طبعا النجدي هذا على طابع تاع المكان اللي رانا فيه اللي هو بريدة. بريدة طبعا جاية في نجد، وهذا هو البيت النجدي كيفاش كان قديما. هذا هو البيت النجدي، شوفوا ما شاء الله. النجر هذا يقولوا له، احنا نقولوا له المهرز وما يقولوا له النجر. هذا تاع القهوة، والله نسيت الاسم تاعه كيفاش يقولوا له. هذا ما عرفت شنو. هذا حصاير، شوفوا التواقي تاعهم شحال كانوا شابين، شوفوا البيبان تاعهم. طبعا هذا التجسيد تاع المتحف من الخارج كيفاش عامل، دوك نصور لكم ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله البيبان. هذا مال الباتروم اللي تواليت تاعهم. شوفوا لي لامب، شوفوا لا ستريكتور، شوفوا حاجه بزاف خياليه. شوفوا البير، الشكوى، الجمل، يعني اشياء ما شاء الله ما شاء الله، والله ما شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه. قولوا لي اذا شفتوا ديجا من قبل هكذا ولا لا، لانه هذا العقيلات هادو وهذا الطابع هذا ما تلقاوهش كامل في السعوديه، تلقاوه بس هنا في نجد وهنا في بريده بس، يعني كاين غير هنا في بريده. يعني ما راكش رايح تلقى لا ستريكتور كيما هذه، المهم تلقاها تشبه لها بصح ماشي كيما هكا. شوف هنا عندنا التمر ما شاء الله، هذا السكري وهذا الاخلاص. تسلم لي يا غالي، تسلم تسلم. هذه القهوه العربيه، هذا التمر إخلاص، وهذا السكري ما شاء الله. ديكورون ولا با دي تو سا ريان افوار جو بونس سو سي ديكوران. اوكي. شوفوا ما شاء الله كانوا يكتبوا حتى القران. هادو ما دفتر العائلي الظاهر، قاعده لا قاعده بغداديه. هادو كتب على كل حال، الظاهر هما كتبوهم. هادو ما دي كار دي دونديتي، ما على باليش اذا تاعهم ولا لا اي الظاهر تاعهم. هادو ما دراهم جابوهم يعني من عده بلدان اللي راحوا ليهم. هذا الكاس اللي حطوا فيه القهوه العربيه، هذه الهيستوريك ديالهم. يعني في اشياء كثيره، احنا شربنا القهوه اللي هيها ما شاء الله طابع روعه، وحتى الاستريكتور تاعهم بزاف شابه. شوفوا هذا مجسم تاع متحف العقيلات من الخارج، مجسم تاعه ما شاء الله. هادو الادوات تاعهم القديمه ما شاء الله. هادو الصور تاعهم، طبعا كنا قلنا لكم انه فيهم 3000 صورة. وهذا الجمال من الخليج العربي، هذه اخذت حوالي 5 شهور. اليوم حديثنا عن الرحالة جرالله العساف. حدثني عن رحلته بشكل عام، كيف كانت؟ جرالله العساف من اهل الشماسية، تقريبا طلع من الشماسية عام 1291 هجري، ايضا كانت من العقيلات، وكان عمه في بغداد، وهم جلس تقريبا في بغداد 30 سنة. بعد ذلك رغب في الذهاب الى الجزائر، ذهب من مصر، من العراق الى مصر الى الشام، نعم عن طريق البحر، ايضا البحر الى الجزائر. جلس 10 سنوات هناك، اخرجوا. يبدو ان الاستعمار الفرنسي في ذلك الوقت تضايق من بعض العرب، فاخرجوا بالسفن قصرا،
وتوجه الى الولايات المتحدة الأمريكية، الى قارة امريكا، اشتغل في التجارة. وطبعا لم يكن يبدو من قصته لم يكن مديونا او في ضائقة مالية، ممكن توسع في التجارة بدليل انهم ذكروا انه كان في ذا في 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 غربته كان يسلف نقول للمزارعين في ذا في 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 الولايات المتحدة